العمل كان متوازن يعني النجارين شغالين، الحدادين كل بيكونوا بيفصلوا الحديد، بيكون في نفس الوقت بيشوي. والإنسان الروحي ده بالولادة الجديدة دي يقدر يشوف ويقدر يفهم. المفروض إن أنا اتولد في طنطا 4/2/1936، كان بيشتغل في شركة الكتان. بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. اتكلمنا عن الولادة الجديدة وإن الإنسان المسيحي اللي عايش القيامة وفرحان بيها مختلف عن أي حد تاني، فعلا مختلف عن أي حد تاني. اللي يشوفه يقول ده إنسان مش من هنا. وكتير ما سمعناها من ناس أبرار بانت عليهم الحياة المقدسة دي في شغلهم، الناس كانت بتشاور عليهم تقول الناس دي مش من هنا، الناس دي سماوية، أو زي ما بيتقال يعني عن مسيحيين خنفاوي. كلمة خنفاوي معناها خن في قوي أو بتاع السماء. طب ودي جاية منين؟ يقول لنا كده القديس بولس الرسول في رسالته لأهل روميا في الإصحاح 12، يقول لنا كده: تغيروا عن شكلكم. يعني إيه؟ قال لا تشاكلوا هذا الدهر، ما تبقوش زي أي حد، أنتوا ناس بتوع السماء، تغيروا عن شكلكم. طب إزاي؟ قال له بتجديد أذهانكم، تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. وربنا عايز إيه؟ عايز ولاده يعيشوا حسب مبادئ الإنجيل. تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم معناها أن أخد مبادئ الإنجيل دي وأزرعها مكان المبادئ اللي أنا تعودت عليها طول عمري، مكان المبادئ اللي أنا تعلمتها من الشارع، من الصحاب، من الجيران، من أي حد. المبادئ دي لو اتعارضت مع الإنجيل لا تليق بي كإنسان مولود ولادة جديدة. تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم معناها أن الإنسان يعيد كتابة حياته بناء على كلام الإنجيل، وعندنا أمثلة كتيرة جدا في الكتاب المقدس، وعندنا أمثلة كتيرة جدا كمان في سير القديسين، احنا متمتع بيهم ونتمتع بقراية سيرهم. من أكتر النماذج المنورة جدا القديس الأنبا أنطونيوس. القديس الأنبا أنطونيوس اتعادت كتابة حياته كلها على الآية اللي سمعها في القداس، وظل لمدة 80 سنة عايش على هذه المبادئ بيحاول يطبقها. 80 سنة بتحاول تطبق مبادئ إنجيلية؟ قال لي يا ريتني كنت خلصتهم، ده أنا كل يوم بتعلم أكتر. طب أنت زعلان؟ أنت زعلان يعني أن أنت عشان سمعت آية حياتك اتغيرت كلها كده وسبت الدنيا كلها وخرجت للبرية؟ قال لك لا، وأنا بحاول أتمتع بالآية دي اللي هي إن أراد أحد أن يكون كاملا حسب كلام الإنجيل يذهب ويترك كل ما له ويتبع المسيح. انت زعلان انك سبت كل حاجه؟ زعلان انك سبت الارض بتاعتك وسبت كل؟ قال لك لا، ده انا كل يوم بحاول اطبق الايه دي في حياتي بتمتع اكتر واكتر. بتظهر فيا حياه المسيح، تخيل؟ بتظهر فيا حياه المسيح، وكل ما يظهر المسيح والقلب ينور كل ما انا اكون فرحان جدا جدا، واحس كده ان انا اتنقلت نقله لفوق. عشان كده الانسان المسيحي فرحان جدا جدا، كل ما يتغير، كل ما مختلف، كل ما يبقى سماوي، كل ما يحس كده انه شركته مع ربنا عماله تزيد وفرحان. ربنا يعطينا كلنا ان اذهاننا فعلا تتجدد حسب كلام الكتاب المقدس. لالهنا كل مجد وكرامه من الان وللابد امين. كنيسة القديسين 50 سنة سلم للسماء. 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 مساء الخير، كل عام وحضراتكم بخير وقدس أبونا مقار بخير. من 25 سنة كنا بنحتفل مع قدس أبونا مقار باليوبيل الفدي لكهنوته على كنيستنا، كنيسة القديسين ماري مرقس والبابا بطرس خاتم الشهداء. النهاردة بقى بنحتفل باليوبيل الذهبي لقدس أبونا مقار، كل سنة وقدسك طيب. من 25 سنة كنا قلنا قصيدة زجلية كوميدية، أتمنى أن أكررها دلوقتي وأتمنى أنها تلاقي إعجاب قدسك وأكون ما نسيتش فيها حاجة. القصيدة بتقول:
من الأسبوع اللي فات والخدمة الفنية في متاهات المسامير وهي كمشات هاي شيء مع المفكات، بس الرولة والمعجون قالوا الكلام ده مش معقول، فين نصيبنا في الاحتفال؟ ولا الفنية ملهاش مكان؟ راحت المسامير متجمعة ومرصوصة كل انتظام، ودهنت في شعرها بالفلوت وورنيش الفنار، الشاكوش أم منكوش لابس طربوش فوق راسه المعوجة ديت. قالت المكدة لا أنا مش هتغدى إلا بالتورتة اللي متخبية، ولو على غسيل الصحون سيبوهم عليا. الأزميل قام وصار وراح خابط دماغه في المسمار، وراح مدندن أحلى الألحان، وراح مدندن أحلى الأشعار لقدس أبونا مقار. سألت العدة دي كلها، أنا سألت العدة دي كلها، إيه الدوشة دي كلها؟ لا الحفلة دي حفلتكم ولا الدعوة جالكم كرتها؟ ردوا عليا وقالوا أنت نسيت ولا إيه؟ ده قدس أبونا مقار في الأصل باش مهندس يا بيه، ويا ما استعملنا في إيديه في ورشة محبته، مش كده ولا إيه؟ بصيت وطرهم ورشة ايه محبة ايه انتوا راح يستعملكم في ايه؟ البلز قام وصار ورد عليا بافتخار، يا ما بيا قرس ودان وده نصايح للشبان، وخاصة اللي بيمشوا شمال بالشاكوش يا مخبط رؤوس لضعاف النفوس، لكن اللي بيجروا ورا الشيطان ما بيرجعوش بالمرزب، مش بس الشاكوش بالمنشار يا مقطع ويا مسار، عشان يفصلنا عن شباك الشيطان الرهيبة بالمكدة، بالمكدة يا مقوم ويا مهدة للطبائع المعوجة بالفارة، دايما تساوي بين الرؤوس الشخص الغني واللي ما معهوش فلوس، بالمتر بالمتر بقى عرفنا عمق محبته وطول اناته لينا، يخلص المتر وكم متر وياه، وانت يا ابونا مقار نهر حب نهر حنان نهر عطف دايما بتروينا، وعمرك ما تندب ابدا في تعاملك لينا، بالمسطرين بالمسطرين دايما تحاول تبدي فيا حب محبه نكرانزات وتضحيه، وكل ما تبدي دور الشيطان يوقع مني مية، بخبتي أنا الشيطان يوقع مني مية، ترجع تاني تأسس تاني تبني تاني وتقولي معلش يا ابني أصلها مش سهلة سكة الأبدية، بالمعجون يا ما تسدد في الخروم اللي عملتها فيا الخطية بالكوب، وتقولي يا ابني ما هي دي السعالب السعالب المفسدة للكروب، برلة محبته يدهن قلبي وش تاني غير الوش الأولاني، وش تاني ابيض ناصع سماوي وينسيني الوش الاولاني، لما اقعد مع قدسك ربع ساعة عشر دقايق او حتى شوية ثواني، 50 سنة قدسك معايا كل يوم، كل ما اقع في الخطية تمسك في ايديا وتقول لي قوم يا ابني يا ابني قوم، ربنا يخلي قدسك لينا ربان للسفينة، سفينتنا كنيستنا حبيبتنا القديسين مارو مرقس والبابا بطرس خاتم الشهداء، ويديم كهنوتك لينا باسم يسوع المسيح سنين طويلة وكتيرة لينا، وحواليك أبائنا وحبايبنا أبائنا كهنة كنيستنا وخدام الكنيسة والشمامسة وشعب الكنيسة بشفاعة جميع مصاف القديسين، وكل عام وانتم بخير وقدس أبونا مقار بخير، ألف شكر.